بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي اينما كنتم في برنامجكم ملك كتابه. غاندي وغزه في عالم يفتقر لنبل الغايات الرياضيه. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في الحلقه 865 لقاء الاثنين من ملك وكتابه، ياتي في ظروف رياضيه مهمه جدا لكن ايضا في ظروف سياسيه عاصفه يستهلها المهندس عدلي بغندي العظيم. بص استاذ ابراهيم، عندما ارى هذا الصمود والشموخ والعظمه الغير مسبوقه في اي بقعه من بقاع العالم، والتمسك بالأرض في ظل ناس حرفيا عايشة في الأنقاض بتاعة بيوتها ومتشبسة بحق البقاء، وتعلمت درس 48 عندما خدعت بالرحيل ولم تعد، وفهمة كويس قوي أن تشبسها بهذا الصراع هو اللي هيحقق الانتصار، وده اللي هيحصل بإذن الله. تذكرت الراحل العظيم غاندي. غاندي حرر الهند الذي يحتوي على مئات اللغات واللهجات والديانات، واستطاع أن يوحدها بالسلام بالمواقف السلمية، ولكن من خلال إجراءات شديدة القسوة عرت المستعمر. حرب الملح، الإنجليز كانوا بيشغلوا الهنود في مصانع الملح، فعمل إضراب شل المصانع. اتنين، عايز يشيل السكة الحديد، عمل ايه؟ نام الهنود، ناموا على قضبان السكة الحديدية. في البداية القطارات داست عليهم ولم تستطع الاستمرار وتوقفت السكة الحديد بهذه المقاطعات دون أن يطلق رصاصة. استطاع أن يوحد الهند، وعندما تحررت الهند قامت الحروب بين هذه الثقافات المختلفة دينيا ولغويا، و استطاع ان يوحدها بايه؟ اضرب عن الطعام، هرولوا اليه يفك اللوم. هو انتوا فاكرين كل اللي عملناه ده عشان تتخانقوا مع بعض؟ استطاع ان يوحد الهند بفلسفه وعمق. هكذا يعيش الانسان الملهم كفكره. نيلسون مانديلا طبعا نفس القصه، نفي انا وانت يمكن شفنا السجن بتاعه في وسط المحيط. ايوه. سنين طويله، ولكن بنضاله ومواقفه الثابته استطاع ان يخرج الان ليصبح الزعيم الملهم لفكره حتى مع اولئك الجلادين الذين ساقوه الى السجن واحتجزوه، السجن واحتجزوه دعاة العنصريه. ما تفعله او ما يفعله المواطن الفلسطيني الان في غزه درس يفوق كل هذه الدروس. لأن كل دول كانوا بيحاربوا أفكار بأفكار، ولكن ناس هنا بتدفع الثمن دم وجوع وعطش، أطفال بتموت، وناس بتبعت رسائل إلى العالم كله مش هنسيب أرضنا، مش هيضيع حقنا. عشان تنفصل الشعوب الآن في مشهد متزايد يوميا عن حكومتها التي انا كنت حاططها وشكرا للمتوحشين، وهم متوحشين. بس عايز اقول ان يعني اخذ من الرياضه نبلها، ولكن ماذا يفهمون هم عن النبل؟ لان هم بيخترقوا كل حدود الانسانيه يا استاذ ابراهيم. وعندما يتحدث اي واحد منهم يقول لك 7 اكتوبر وادانه المقاومه، انتوا بتتكلموا بجد ولا بتستهبلوا ولا؟ لكن هم عارفين كويس قوي ان المعركه في غزه، ولكن الغايات الاستراتيجيه تتجاوز غزه الى التهام المنطقه العربيه، ويبداوا بمصر. هيهات هيهات هيهات. النضال الذي يفعله الفلسطينيين في غزه والدروس التي يعطيها اطفال غزه الى العالم ونسائه، انا ابتديت اشوف والله يا استاذ ابراهيم المزارات تزداد، والناس ابتدت ترى الاسلام وسمحته فيما يفعله هؤلاء الصهاينه مش اليهود. جزء كبير جدا من اليهود يرفضوا ما يفعله صهاينه الدين اللي هم يعني
أرادوا أن يغزوا العالم بأفكارهم عشان يحكموا سياسيا بتجاوز كل المعايير الأخلاقية. بإذن الله هذه القضية، هذا التوحش أولا أنعشها، أيقظها، أشعر العالم بها كما لم يشعر من قبل، رغم التعتيم الإعلامي وخفافيش الظلام وإظلام غزة وتعطيل الإنترنت، ولكن صوت الحق يظهر ويعم ويسود ويكتسح، والتاريخ سوف يتوقف على هذه اللحظات، وكل واحد هيشيل شيلته بإذن الله أمام التاريخ، سواء المؤيدين أو المتقاعسين. أعتقد ما فيش أحسن من كده كبداية، لأنه هذا الظرف فعلا لا يحتمل الصمت. الصمت جريمة، وهذه أبرز العناوين. عادل وماريا في إيه بجد؟ طبعا نستطيع، كلام مهم ناخد بالنا منه، وتأبين الراحل الكبير تيسير الهواري، وأخيرا النهاء المبكر في عيون الصحافة. النهاردة دون احتفال بنقول للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورمزه الكبير ونجمه المحبوب، كل سنة وانت طيب يا كابتن، بمناسبة عيد ميلاده. عيد ميلاد الكابتن الخطيب النهاردة، أعتقد مسيرة حافلة بالعطاء للنادي الأهلي وللكرة المصرية وللنموذج الرياضي السليم. مؤكد، كل سنة وهو طيب، وأهم من كده وهو بصحة وعافية. نتمنى له دوام التمتع بالصحة ودوام التوفيق بإذن الله، ومزيد من الخدمات لصالح النادي الأهلي. أعتقد مسيرة الكابتن محمود الخطيب بكل تفاصيلها نموذج وقدوة للأجيال على مر العصور، في إزاي حد يمتلك هذه الموهبة الفزة ويحافظ عليها بسلوك رياضي سليم 100%، ويستمر في عطائه وحبه للنادي الأهلي طوال كل هذه السنوات. متعه الله بالصحة والسعادة والتوفيق من أجل الأهلي والروح الرياضية السليمة. طيب النهاردة كمان من الحاجات المهمة في النادي الأهلي وفي فرعه الجديد في التجمع الخامس، كان تأبين الراحل الكبير تيسير الهواري. مجلس إدارة النادي الأهلي أقام حفلا قبل قليل، يمكن بدأ الساعة 7 مساء، في تأبين الراحل الكبير تيسير الهواري. حضروا الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة وأسرة الفقيد الكبير تيسير الهواري. حاج تيسير، نموذج في العطاء والانتماء والإخلاص للأهل يا باشمهندس. شوف، هو نموذج للولاء والعشق الحقيقي والعطاء الصادق في صمت ودون متجارة ودون مزايدة. أيوة. نموذج رائع يجسد الأهلاوي اللي يكرس حياته لحب المكان زي النادي الأهلي، ولا يتوانى. رموز كبار كلهم يتوترون على النادي الأهلي، منصب المعلم والأستاذ صفوان سالم، المعلم حازم الهواري، الجرحي، كان قبل منهم المستشار محمود فهمي على الكرسي، طبعا كان حريص يحضر. تيسير له في القلب، مهندس هشام سعيد، وده ابنه محمد تيسير الهواري، وطبعا المحامي العظيم محمد عثمان وراه، استاذ العمري فاروق، المهندس خالد مرتجي، يعني اعضاء المجلس، والدكتوره سحر الهواري، وحازم الهواري. يعني فتيسير الهواري ده يستحق التكريم تماما. الخطيب سلم اسره الفقيد درع التكريم والتقدير. ده القلاده، قلاده النادي الاهلي. وده يعني يستحقها تماما 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 هذا الراحل العظيم. وهناك الكثير من الأفكار لتكريم اسمه وتخليده، أرجو أن يكون أولها وأهمها. يعني ناس تقول لك مش عارف إيه، وناس أيوة، ناس تقول لك منشأة، لا، أهم حاجة الراجل ده كان بيجسد إيه؟ الولاء الصادق والانتماء الحقيقي والعطاء بلا مقابل وبلا حدود. أنا أرجو أن تكرس جائزة باسمه بهذا الاسم،
كل سنة نختار حد نموذج للعطاء، يطلع داعم، يطلع رياضي، يطلع رمز من الرموز، يطلع إداري. هذه الجائزة يجب أن تقدم باسم الحاج تيسير الهواري، اسمها جائزة العطاء الصادق. حلوة، أحلى حاجة، حلوة تعيش فيه العمر. ويتحط لها معايير يستحقها واحد، كل من يفعل واحد اثنين ثلاثة أربعة، يكون راحل، يكون موجود، يكون يعني. وهناك كثيرين أو كثيرون، ما تصلح لي يا عم، كثيرون كثيرون يستحقون هذا، هذه الجائزة يعني. توافد رموز النادي الأهلي وكباره على حفل التأبين، دكتور سعد، الدكتور سعد الشلبي، والأستاذ حازم الهواري، والأستاذ محمد الجرحي، والغزاوي، الحقيقة ومحمد الغزاوي، كل محمد الغزاوي يبقى ابن أخت تيسير، حاجة تيسير، حاجة تيسير عليه رحمة الله. نشوف كلمة الكابتن محمود الخطيب في بداية هذا الحفل تأبينا لذكرى الراحل الكبير تيسير الهواري، وتخليدا وتقديرا لعطائه. بسم الله الرحمن الرحيم. احيانا بيبقى الانسان عاجز عن ان هو يفكر ازاي يتكلم، او يفكر يطلع كلمات تقدر شخصية ما او بلد او كيان كبير. النهاردة حقيقة يمكن من اللحظات اللي احزنتني انا جدا ان حصل الوفاة، وانا كنت في رحلة علاج في فرنسا، وللأسف بلغوني في الأول إن مفيش عزاء، عشان كده ما حجزتش. بعدين فوجئت بعد كام ساعة من العزاء في نفس اليوم بالليل. فطبعا أقل القليل ممكن يقدم لشخصية نموذجية في تقديري زي الحاج تيسير الهواري، شخصية أنا بسميه رجل المواقف، مواقف في كل المجالات، مش مواقف بس عشان بيحب النادي الأهلي، لا، مواقف أخرى إنسانية مع ناس كتير جدا جدا حاضرين ومش موجودين معانا، صاحب وصاحب باللغة اللي احنا بنتكلم بيها. لأنه لما يكون في أي واحد في النادي الأهلي أو ينتمي للنادي الأهلي أو مسؤول أو حتى من الجمهور، وهو يعلم أو عرف، ما بينامش، علشان لازم يقدم حلول ويقدم رؤية ويقدم فكرة لصاحب المشكلة أو صاحب الحدث. ده تيسير الهواري اللي هو الحقيقة يعني أعطى كتير جدا جدا، بقول نموذج عمره في ما بفكر مرة يطلع في صورة ولا يطلع في حديث ولا يقول أنا عملت أو أنا قدمت أو أنا سعدت، عمرها ما حصلت. تيسير الهواري مواقف إنسانية زي ما قلت، مواقف مالية ما حبش أتكلم عليها، مواقف رياضية تمست النادي الأهلي كتير جدا، أساتذتنا السابقين، يكون في مشاكل في النادي تمس النادي، مشاكل رياضية أو غير رياضية، كان أول واحد بيتطوع ويجي يقدم نفسه ويقدم حلول ويقدم رؤية، لأنه فعلا ربنا أنعم عليه بأنه صاحب ابتكارات، واحد موهوب، موهوب في انه يعرف مشكلة تلاقيه بيقدم حلول، انسان عايش للناس، انسان بيحب الناس جدا وبيحب الخير جدا وبيحب، مش عايز اقول بقى، النادي الاهلي اخيرا جدا جدا يعني. ففي مواقف كتير انا الحقيقة ما احبش ان انا اقولها، لان هو ما كانش بيقولها، لان هو ما اعلنش عنها، بس في مواقف كتير جدا مش عايز اقول ان كان بمعدل كل اسبوع في موضوع تيسير الهواري طرف في الموضوع، هو اللي دخل نفسه طرف وهو اللي بيوجد الحلول.
عشان كده يا جماعه فعلا انا بشكر كل الساده الحضور والناس اللي انا عارف ظروفهم ما سمحتش، مثلا زي الكابتن حسن حمدي لانه عمل عمليه وما قدرش انه يحضر النهارده. لكن كل الناس اللي ما حضرتش كلموني وقالوا ان في ما يمنع، زي مثلا برضو الحاج جمال الجرحي كلمني النهارده وقال ان هو تعبان وبرضو طالع من عمليه، ربنا يشفي كل مريض. يعني عايز اقول في النهايه النادي الاهلي الناس بتعتبره نادي غني، بس النادي الاهلي يا جماعه غني بجمهوره وباعضائه وبمسؤوليه وبلاعبته وباجهزته، وغني بالمحبين ليه. المحبين ليه ان هم مش عايزين حاجه غير ان هو مصلحه الكيان ده. المحبين دول في منهم ناس كتير قاعدين في وسطينا النهارده، وانا الحقيقه مش عايز اذكر اسم عشان ما انساش حد، بس فعلا انا من برضو من هذا المنطلق وفي يوم زي ده احب اشكرهم كلهم. كل واحد يجي مثلا انتخابات، ممكن اي حد يحب يخش انتخابات، كل واحد ما بيفكرش في نفسه، فكر الاهلي ده ازاي يمشي صح ويمشي صح بمين، وهم اللي يتولوا ازاي يقنعوا الباقي الكل، مش مجلس اداره داخل، هم دول ولاد النادي الاهلي. عشان كده النادي الاهلي غني، غني بناسه بجماهيره باعضائه بلاعبته بمسؤوليه بالمحبين ليه. انا مش عايز اطول في كلام، بس انا فعلا من الايام على قد ما فيها من الحزن على قد ما فيها من السعاده الداخليه ان اشوف حجز بالشكل ده، كل الناس موجوده في ذكرى رحيل يعني انسان عزيز جدا مش علينا احنا كاشخاص وعلى النادي الاهلي كمان. بشكركم جدا وبشكر كل الساده الحضور، ربنا رب يرحمه ويحميه ويسع باذن الله. شوف اهم حاجه طبعا كلمه بيحاول كابتن خطيب يديله جزء من حقه، لكن تتكلم عن تأثير الهواري ده لان قصص كثيره جدا. هقول لك مثال صغير كيف كان ينظر اليه بالنسبه لكبار المسؤولين في النادي الاهلي. تأثير الهواري كان منضبطا رحمه الله عليه. منضبط ازاي؟ يعني مش بقى هو راجل معاه فلوس فبيعمل اللي هو عايزه ويدي اللي هو عايزه ويستقطب اللعيبه ويقابلهم في مكتبه ويعمل، ابدا ما فيش شيء يطلع بدون علم النادي الا ومن خلال النادي. يعني هعمل كذا، ايه يا كابتن، اوكي ده شويه ده كتير، اعمل كده، حاضر، يبقى عن طريق النادي. يعني كل مره كان في الفتره اللي انا كنت مدير النادي كابتن صالح يقول له كلم عدلي ونسقه في الموضوع ده، وعدلي تجديد للعيب، تقعد انت وهو شوف انت هتتفقوا عليه وبلغوني وتعملوا. وكان منضبطا تماما في هذا الامر. فالراجل ما سعاش لضوء خالص. هحكي لك حته صغيره توري لك الراجل ده لم يسعى يوما الى مغنم شخصي، وعلى فكره معاه مجموعه هيجي تباعا الفرصه انهم يكرموا مؤكد يعني على شاكلته. كلهم كانوا فيهم الخصله دي. اولا هو كان زي ما بيقولوا عين اعيان لجنه الحكماء. واحد من اهمهم. زي ما قال الكابتن الخطيب من اول الذين يندفعون في اي مناسبه او ظرف يستحق ان لجنه الحكماء تقول رايها. فجينا في مجلس الاداره بتاع 92 4 96 الكابتن صالح شاء اراد، كان في يعني عايزين نعين المعينين، الكابتن صالح اختار المستشار محمود فهمي وعبد المجيد محمود وتيسير الهواري. وبعت الجواب لوزير الشباب. في الوقت ده كان يسمح للمحافظ ووزير الشباب ان هم يعينوا يتدخلوا، بس كان المفروض مع النادي الاهلي تحديدا التنسيق يترك الامر للنادي الاهلي. فبعد ان ابلغ النادي الاهلي بالموافقه رحنا يوم اللي الكابتن صالح قال خلاص بلغوا الناس بقى وهنعمل هنروح للوزير، والنهارده اول جلسه ادعوا الناس تحضر اول جلسه ويختاروا يعني.
المعينين. فروحنا عند في الوزير فوجئنا بتليفون. ازاي كده الوزير بعد ما خرجنا من عنده سياده الوزير عايزكم، رجعنا لقينه بيقول ازاي وبعدين طب هنعمل ايه في الحكايه دي؟ ايه اللي حصل؟ راح قافل قال له تم تغيير تيسير بيه الهواري بواحد تاني، انسان فاضل جدا على فكره، وحدفها على المحافظ. كابتن صالح قال لهم لا مش هعين حد. مش هعين حد، لا المحافظ ولا الوزير، لن امتثل لقرار التعيين ده. انا بقول انا بعين سلطه المجلس، انا بعين اللي انا عايزه، وخبرات اللي ناقصاني هتاخدهم زي ما هم، خدهم مش هتاخدهم زي ما هو. وكان شاعر بحرج يا استاذ ابراهيم تجاه الحاج التيسير. بلغنا الراجل يحضر الجلسه. بس كابتن صالح بيواجه. حصل الدنيا اتقلبت وفوجئنا ان السيد المحافظ طالب زياره النادي الاهلي. محافظ القاهره. وجه اوضح ان ما 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 حدش شرح له الامر بالشكل الصح بالشكل ده، وهو ما كانش عنده الحاح انه يغير ولا يعمل يعني. طلع ان الموضوع كله خلاف الوزاره مع المحافظين، كان عشان يتشال سلطه المحافظ من تدخل المحافظ، وده اللي حصل. تم الغاء بمناسبه الواقعه دي. ولكن اللي يعنيني اكتر ان كابتن صالح راح نادي تيسير في هذه اللحظه رحمه الله عليه، فتيسير قال له انت شايل هم ايه يا كابتن صالح؟ يا كابتن صالح انت شايل هم، انا جاي هتعملني هموم اكتر من اللي انا شايلها؟ طب ما انا معاك، انا مش محتاج اكون في المجلس. وبسط لنا الامر ورفع الحرج والضيق عن الكابتن صالح، ولم يظهر عليه اي نوع من انواع الضيق ولا الامتعاض. شخصيه بهذه العظمه يستحق كل ما يقدم اليه من تكريم، ولذلك انا ارجو ان يؤخذ اقتراحي بعمل جائزه الولاء او العطاء باسمه تقدم لهذه النماذج الرائعه. بس الف رحمه ونور على الحاج تيسير. بس شايفين المهندس عادل هو بيحكي اللي تقدر تستفيد منها بين السطور؟ اول حاجه انه مجلس الاداره سيد قراره في استكمال خبرات المجلس، فبالتالي المجلس يرشح والوزير يقرر. كان وقتها المحافظ بيتدخل، لكن بسبب موقف الاهلي في الواقعه دي تحديدا تم خلاص. انت عايز تعين حد، انا مش هوافق عليه، لانه كان ساعتها راي الكابتن صالح انت هتضيف حد للمجلس ممكن ما يبقاش متناغم معاه، مع انه شخصيه على فكرة مرموقه. هو ما ناقش دي، ما ناقش ده، ناقش المبدا نفسه. انت مش سلطتك الاعظم بقى ان الشخصيه اللي مش هنقول اسمها دلوقتي كان حاضرا يحضر مجلس الاداره واحترم قرار مجلس الاداره، وقال انا مش داخل المجلس وقتها وما اتضايقش من موقف الكابتن صالح. ولكن بعد كده الامور يعني مشيت، ويعني اعتقد انه تم الاكتفاء بالاثنين المعينين. تم الاكتفاء بالاثنين ومن لحظتها تم التاكيد على حق مجلس اداره انت كل نادي. عظمه اللي التعين كمان من المحافظ. حق مجلس الاداره في ان هو اللي بيرشح، لان هو بيستكمل الخبرات المنقوصه في المجلس. شوفوا قمه النادي الاهلي وتمسك مجلس ادارته ورئيسه، وشوفوا امتثال الحاج تيسير الهواري الراحل الكبير في رفع الحرج عن المجلس، وامتثال عضو النادي الكبير ايضا اللي الوزير حب يفرضه، وايضا امتثل لرغبه مجلس الاداره. وده تعظيم لقيمه مجلس الاداره المنتخب من الجمعيه العموميه. بالمناسبه محمد وائل تيسير الهواري ابن الحاج تيسير الهواري كان عضو مجلس اداره في الدوره التاليه ليه على طول تحت السن. نشوف كلامه النهارده في تأبين ذكرى الراحل الكبير العظيم الحاج تيسير. انا الحقيقه مش موضب كلمه، وقلت ان يعني عشان الوالد الحبيب فقلت لازم تبقى كلمه عفويه من القلب. انا حتى يوم وفاته ودفنه الحقيقه ما بكتش، بس لما جيت شفت الفيلم دلوقتي هنا اتأثرت جدا، وعرفت فعلا قدره
ومدى منزلته عند النادي الأهلي العظيم. يعني أنا مش عارف أشكركم طبعا كلكم إزاي، على طبعا كابتن محمود وكل المجلس السادة الحضور وأصدقائه ومحبيه والنادي. كل اللي أنا كنت عايز أقوله بس كلمة بسيطة، الراجل ده مش عشان والدي، الراجل ده كان مش محب للنادي الأهلي. أنا مش معتبره أهلاوي، ولا إن هو عاشق للنادي الأهلي، ولا إن هو مجرد واحد كان بيشجع النادي الأهلي، لا. أنا بعتبره هو كان صاحب قضية النادي الأهلي. النادي الأهلي كان بالنسبة له بيشكل كل حياته. يعني دي الحتة الشخصية بتاعة الأسرة اللي يمكن ما تبقاش منقولة عندكم، اللي إحنا كنا بنشوفه كل يوم. شغله، اتصالات ومقابلاته، معارفه، حياته الشخصية، حتى علاقته بربنا. يعني كان في موقف حصل، أنا كنت يوم وفاته كنت في العمرة، وقبلها ب 48 ساعة، وكان هو عارف إن أنا نازل زيارة للروضة الشريفة. لقيت تليفون جالي الساعة 12 بالليل. أنا استغربت جدا، يعني خفت، لأن ما هو عادة بينام بدري. فلقيته بيطلب مني، قال لي: محمد، أنا بفكرك ما تنساش تدعي للنادي الأهلي بالتوفيق والنجاح، وادعي لنا بكرة علشان عندنا ماتش فرقة كذا. يعني هو موقف غريب إن هو يعمله، بس أنا أقدر أفهمه، لأن أنا فاهم هو بالنسبة له النادي الأهلي كان عامل إزاي. حياته كلها كانت بتدور حوالين النادي الأهلي، ورفعة النادي الأهلي، وتقدم النادي الأهلي ونجاحه. يعني مش عارف اشكركم ازاي واقول لكم ايه. كابتن محمود، انا بشكر حضرتك جدا، بشكر كل الساده اعضاء المجلس، بشكر كل الاصدقاء والمحبين ليه اللي قدروا يجوا النهارده او ما قدروش يجوا. هو بيحبكم جدا جدا جدا، وبيقدركم جدا، وانتوا النهارده اسعدتونا وفرحتونا باللفته الكريمه والطيبه اللي انتوا عملتوها. وحقيقي حقيقي حتى الأحفاد يعني فخورين بالحاج تيسير النهارده أكتر من أي وقت مضى. بشكركم، وكل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي العظيم. النادي الأهلي العظيم أحسن نادي في الكون. مفيش أعظم من الصدق يا أستاذ إبراهيم. كل كلمة بتتقال تصدقها وتشعر بعمقها. يعني هو وصف الحاجة تيسير بكلمة، يعني كنت عمال أدور أوصفه إزاي. حبه للأهلي هو حب لقضية، أن الأهلي يمثل قضايا محترمة. وأقول لكم يا جماعة، إحنا هنا في البرنامج افتقدنا وسنفتقد واحد من أهم المتابعين ونقادنا، اللي كان ترجمة فورية، يعني كل فاصل، يعني الفاصل ده أول ما يجي ألاقي تليفون الحاج تيسير: أنت قلت كذا بس نسيت كذا، أنت قلت كذا أنا بحييك اللي افتكرت كذا، عايز أفكرك تقول لإبراهيم مش عارف إيه. عايش التفاصيل، راجل عايش النادي الأهلي في كل لحظاته. تعرف بالمناسبة، حتى محمد تيسير بيقوله، قال لك: كلمني وأنا في العمرة الساعة 12 بالليل. آخر يوم، ما تنساش تدعي للأهلي. أستاذ حازم الهواري ابن أخو الحاج تيسير بيقول لي: رحت مره بحج انا والحاج تيسير، وهم في ملابس الاحرام في مكه، الاهلي بيلعب مع المنصوره. قال له: يا حازم، عايزين نشوف الماتش. يا قال لك: انا خايف عليه لانه بينفعل وما ينفعش يقطع اي صوت وهو محرم. قال له: لا، ده ماتش مهم. فحازم بيقول لي: فين وفين اهتدينا، كان وقتها شايلين كل القنوات من على الدش وكل القنوات الدينيه فقط في موسم الحج. قال لك: دورنا لقينا فندق مديره راجل مصري يقدر يجيب لنا. قال لك: انا شغل لكم قناه مصريه فيها الماتش في اوضه واحده، دش مركز جدا عشان الحاج تيسير. الاهلي اتغلب من المنصوره 1-0، فالحاج تيسير طول الماتش زعيق وشتيمه وزهق،
حازم بيقول لي كل شويه افكر احنا في الاحرام يا عم احنا في الاحرام، يقول لي استنى انفعاله للاهلي وفي الاخر اخر خمس ماتشات قال له لا قوم يا حازم حافظ على الحج، قال له انت لسه هتحافظ عليه. لا طبعا يعني الاهلي بالنسبه له يعني لما تلاقي محمد تيسير يقول لك كلمني بالليل وانا في العمر ويقول له ما تنساش تدعي للاهلي، يا استاذ ابراهيم اولويته الاولى في حياته. يعني اما الناس تقول لك انه كان قبل ما يموت على الترابيزه دي كان مستني الكابتن سيد عبد الحفيظ عشان يصلي. ده مش اولويته الاولى، ده اولويته الاخيره كانت. يعني الاهتمام الاخير له يا جماعه مفيش حاجه. يوم الوفاه هو بيقعد في فندق كبير في منطقه الزمالك، ومشكوره اداره الفندق الحقيقه بعد الوفاه قفلت الترابيزه والكرسي اللي كان قاعد عليهم وحطوا المصحف اللي كان في ايده وقفلوا الترابيزه لغايه الأربعين. انما هي عشان تشوف انشغاله بالاهلي الصبح كلم كابتن سيد عبد الحفيظ، انا كلمتك مرتين يا سيد، انا مش هينفع كده تفضل بعيد عن النادي، تعالى لي انا هستناك الساعه 2 في الفندق، بس خش لي جوه مش هتلاقيني في الجنينه. فسيد بيقول انا يعني لبست وتوضيت وهنزل ببص لقيت المواقع وفاه الحاج تيسير الهواري بعد ساعتين من الكلام. هو قعد اتوضى وقعد مستني الدور ياذن وهو بيقرا في المصحف وقع وعلى الكرسي، فسبحان الله فاضت روحه الى بارئها في لحظه. يعني تدينا عظه يعني وعبره. يعني تخيل يعني بيكلمك وانت رايح له وبعدين تكتشف انه في لحظه قابل ربه. معنى كده ان والله لا صراعاتنا ولا مشاكلنا دي الهيفه دي تستحق ان الانسان يفقد اي ذره لا من انسانيته ولا من مصداقيته ولا حاجة تسوى انه يبيع ضميره مقابل اي شيء. صحيح. الف رحمة ونور على روح العظيم الكبير الراحل الحاج تيسير الهواري اللي اقام النادي الاهلي اليوم حفلا لتأبينه تخليدا لذكراه وتقديرا لعطائه وتقديمه نموذجا لكل من يحب النادي الاهلي. كيف يكون العطاء في صمت والتزام وانضباط من اجل الاهلي. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده مباراتين في الدوري، الاسماعيلي تعادل مع الداخليه ومودرن فيوتشر فاز على البنك الاهلي 2-1. لكن اعتقد المباراه المهمه جدا كانت للاهلي في دوري الابطال او الدوري الافريقي مع صن داونز في جوهانسبرج، والفرقه رجعت النهارده الصبح عشان كده كانت اولى فقراتنا طبعا نستطيع. الاهلي خسر في بريتوريا بهدف نظيف، البعثة عادت الساعة 7 النهاردة صباحا، البعثة برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة. مستر كولر إدى الفرقة راحة النهاردة، ثم استأنف الفريق مرانه الوحيد غدا إن شاء الله تعالى، المران الأخير والوحيد استعدادا لمباراة العودة مساء الأربع بإذن الله باستاد القاهرة. طبعا نستطيع يا باشمهندس. طبعا نستطيع بس بشروط. لكن بالاسلوب بتاعنا دي ان احنا عمالين نضيق الخناق ونحلل كل شيء ونبرز كل شيء وننتقد كل شيء. اولا انا قلت لك المره اللي فاتت انا مش منزعج من نتائج سيمبا، لان كان المستوى بيقول ان في فرص وبتاع، ولكن النتيجه كانت وحشه. المره دي العكس، النتيجة مش سيئة قوي ولكن الأداء هو اللي سيء قوي. يعني كان الأفضل إن يبقى إحنا بنضيع فرص ولا الدنيا تمشي كده؟ هو ده اللي أنا قصدي عليه. الفريق اللي بيضيع فرص ده فريق قادر على الوصول إلى مرمى الخصم وتحقيق أفكار وتكتيكات ولعبته ليها اليد العليا. ما نحبش التضيع طبعا، مين يحب تضيع الفرص؟ لكن ما بتبقاش قلقان على فرقتك. أنا مشكلتي ان احنا وضعنا الفرقه في اطار هو يعني صن داونز فرقه كبيره وكل حاجه، لكن في الاخر هو انت لما تلعب في صن داون هناك في الظروف دي في المطر دي، تذكر ان انت قبليها انا قلت لك اللي عمال يقول لك المطر والظروف المسليه ايه؟ ده كان سيل، الكوره سرعتها مش ماشيه بالشكل المنطقي. المطر لما تبقى خفيفه الكوره تبقى سريعه قوي، لما تبقى تقيله الكوره تبقى بطيئه قوي. لو تتذكر اللقطه اللي كان بيحجز فيها محمد عبد المنعم
في الكوره اللي طالت من اللعيب وانتظر ان الشناوي يطلع خدها، والشناوي انتظرها لان كان متوقعها بسرعه معينه، والاثنين كاد مرمى الاهلي يتعرض للخطر. التقدير ما بيبقاش احسن حاجه. انا لا اتزرع بقى ذرائع لاني مش عاجبني شكل ان يبقى في فراغ امام القوس بتاع النادي الاهلي يتمكن الفريق المنافس انه يصوب ويشد ويشوط، ومن احدى التصويبات جت جول. اتكرر الامر ده واتكرر في الماتشات اللي قبل كده اللي خسرناه. وانا يعني كنت اتمنى ان تظل فرقتنا كومباكت مع بعضها، ما اعرفش ايه اللي حصل، ولا واحد في مستواه. فالاداء ما كانش كويس، خلينا نقول كده. ولكن اللي اسوا من الاداء انك انت تبتدي تتصرف بشيء يؤثر على مستقبل الفريق. ايه شغل سحب الثقه من اللعيبه دي ماتش بماتش؟ ده اللعيبه بتاعتنا في ماتشات كتيره ادت، وفي لعيبه بالذات تالقت مش مع اول ما. وبعدين مقارنه لعيبتنا ببعضهم ده مش كويس، تكير. كلهم لعيبتنا وانت محتاجهم كلهم، مهما كان رؤيتك ان انت بترتاح للعيب ده اكتر من اللعيب ده، وده حقك وحق اي حد. وزي ما هو حقك هو حق الناس تختلف معاك انها ممكن تفضل لعيب تاني او تالت او تخالفك الراي. دعونا واحنا بنتكلم في كوره نتكلم فيها يا استاذ ابراهيم ان هي جعلت للمناقشه، ولكن ليس للاتهامات وليس للضغوط وليس لممارسه النقد اللي يخليك تعمل حاله جدليه. الفريق اللي كان مترابط جدا وصورته قدام الراي العام متماسك جدا، كل الناس تقول لك اوضه اللبس وتماسك الفرقه و احنا ليه عمالين نتكلم؟ احنا كنا بنزعل لما اي حد خارج النادي الاهلي يخش لنا في المناطق دي. احنا مش عايزين نساعد حد انه يتعمد يستثمر هذا المناخ ضد الاهلي ولاعيبته. كل اللي نقدر نعمله دلوقتي، دعونا ننسى كل شيء، ننسى راينا، ننسى موافقاتنا وتحيزاتنا، وننسى اعتراضاتنا، وننسى ناجل كل شيء. لا نرى ايه ان فرقتنا عايزه كامل الدعم بكل عناصرها وكامل الثقه، لا يمكن تسحب لانك انت مش عارف برضو ايه اللي في دماغ الراجل. ما هو يجوز يقول لك اما اطلع بواحد واخبي لعيبتي عشان ما تتعورش والعب هنا تاني، قد ما توافقش على الراي ده وانا موافقش عليه، لكن ما انا مش عارف هو بيفكر ازاي. انا اللي عايز اقوله عايزين دلوقتي نقف ورا الفريق. ما انا شايف ان الفرقه عملت ماتش كويس، مش شيء وجهة نظرنا بتختلف مع الكوتش في بعض الأمور، لكن لا نصادر على حقه، هو صاحب الحق، ولا نشك لحظة في رغبة اللعيبة قبلنا كلنا إنها تعمل مجد التاريخ لنفسها. لازم نصدر لهم الطاقة الإيجابية. لا، هم صن داونز وإحنا النادي الأهلي، وإحنا المرة دي سمعت خبر كده، أرجو أن يكون سليم وأنا جاي، تم الموافقة على 50,000 الساعة يعني. في استاد ساعته 76 67. لا، تيجوا بقى، تيجوا بقى كلكم، فرقتكم محتاجاكم كلكم. التذكره 75 جنيه كانت 100، قلنا غاليه شويه خليها ماشي تيجي. انا عارف ان ده كتير على ناس كتير، لكن تعالوا، هي ماتش كلنا ننسى نفسنا. مش بنقول الاهلي فوق الجميع، فوق جميع ارائنا خلافاتنا اختلافاتنا، محدش هنا يدعي انه بيفهم اكتر من التاني، وانا اخر واحد بيفهم في الطابور ده. طيب، واحد من اللعيبه الحقيقه اللي البعض يعني ظلمهم من الجماهير والانتقادات نتيجه لمس باص او تمريره خطا، مروان عطيه. مروان يا جماعه ممكن يكون في ال 20 سنه الاخيره اسرع لاعب جيل النادي الاهلي اثبت كفاءته السريعه، حجز مكانه وراح المنتخب. وحجز مكانه الاساسي في المنتخب. ولما راح المنتخب بقى بيتبين عليه في نص الملعب في الوقت اللي فيه طبعا عمالقه من الدوليين المحترفين، اذا كان النني او طارق حامد او غيره. لا، كان مستر روي فيتورا بيتكلم على مروان عطيه، اسرع لاعب جيل النادي الاهلي وجاي من الاتحاد السكندري، لكن سريعا جدا الناس كلها قالت ايه ده، اللعيب ده كان فين؟ ليه؟ اولا كفاءه عاليه جدا، التزام تكتيكي في نص الملعب هايل جدا، تمرير دقيق وسليم، أخد أماكن، تحرك لزمايله، تغطية ورا الطرفين. بصوا، نموذج للاعب الوسط المدافع الملتزم تكتيكيا وانضباطيا وسلوكيا، حتى أنه الكابتن خطيب في حفل تكريم الفريق المرة اللي فاتت
كرمه على وجه الخصوص لانه والده كان متوفي، ساب كل حاجه وجاء علشان يشارك، والجهاز وقتها قال له لا يعني خليك انت مع اسرتك. فلعيب عنده هذا الاخلاص وعنده هذا التقدير وعنده الاحترافيه ديت، لما يغلط في باص، كل اللعيبه بتغلط، مش في باص، في ضربات جزاء، هتقولي لعيبه في الدنيا ما حدش غلط. فزي ما المهندس عادل قال، لا يمكن حد يقدر يسحب الثقه الكبيره في نجومنا ولاعيبتنا بالسرعه دي او نتيجه لخطا او هفوه او باص. الميز باص دايما خطا مشترك بين اللي بيمرر وبين اللي ما اتحركش. في النهايه هي دي بتحصل مع كل اللعيبه في كل النجوم. مش كده، ما فيش حد يقدر، ده بشر، يحتفظ بنفس المعدل والكفاءه في كل قرار، في كل قرار وفي كل لحظه وفي كل ماتش وفي كل صحيح. يعني انت اللعيب اللي يديلك من 6 لـ 9 ما يقلش عن كده، ها؟ ده لعيب ريجولر بيسموه يعني منتظم، ولعيب يعتمد عليه. احنا مش هنتكلم على حالات فرديه، بس انا عايز اقول له هو بقى هو وغيره حقيقه يعني من اللعيبه اللي مديه شويه اهتمامها ودنها ومشاعرها لما يكتب في السوشيال ميديا. لا، لم يتفق حتى على الانبياء. يا جماعه يا جماعه، اعرفوا ان في ناس ثقافتها مختلفه، عمرها السن مختلف. انت عارف اللي بيكتب ده هو مين، ولا عنده كام سنه، ولا هو مخلص ولا مش مخلص، ولا هو شايف الامور ازاي، ولا هو وهو بيكتب كان متضايق جدا لدرجه انه مش قادر ما يقولش رايه، او هو مخلص او هو مخلص مستتر او هو مختفي، وفي حاجات متخفي في النص. في حاجات في النص عماله تتزق علينا طبعا، وتنفخ في رماد الخلافات بين لعيبتنا وكولر. اشمعنى دلوقتي كولر بقى عنده خلافات كتير مع اللعيب؟ كل ما لعيب ما ينزلش ماتش يبقى لازم يسببوه ان في مشكله، هو ده مقصود. طب احنا بقى كان السياج الحقيقي للنادي الاهلي هو جماهيره، وطول عمره هيظل. انتوا عظمه الاهلي مبنيه على عظمه جماهيره، جماهيره الواعيه التي تستطيع تعرف امتى تتحد. يا جماعه الماتش الجاي، اولا احنا بنلعب فرقه كبيره، فلما نروح هناك الماتش اذا كان 50-50 هيبقى 60-40 لصاحب الارض، مش كده؟ لما تبقى الظروف والاجواء والمعاد والمطر ومش عارف ايه، اديله 5 كمان، هي دي نسبه الاستحواذ، 65-35. لان انت شاعر. طيب خليك احيانا نقول للمدرب خليك واقعي، ما تعملش فيها شمشون وتجري وعايز تعوق، تبص تلاقي نفسك اتخبطت الجون الثاني اللي عقد لك الامور كلها. عندنا فرصه، فرصه مهما كانت موجوده، فرصه قويه، نتيجه ثقتنا بفرقتنا انها تستطيع ان تعوض، بشرط لعيبتكم تتدفى بيكوا، مدربكم يتدفى بيكوا، وعشان يحس انه متدفى بيكوا لازم يشوف ده في الملعب، يشوف الجمهور العظيم اللي هو بي 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 بيقول للعيبته الرسائل المطمئنه والمشجعه اللي بتطلق احيانا طاقات يبدو انها زياده عن الحقيقه والمستوى. تشوف لعيب النادي الاهلي ده ايه ده؟ ولعيبه الاهلي مالها عامله كده؟ رائعه وعظيمه وبتجري ملتزمه. وبعدين عايزين نوصل اللعيبه برضو لحاله انه يعني عشان الجمعيه تستمر، يا جماعه انتوا ليه بتقارنوا اللعيبه ببعضها؟ خطر. هو انت لما تكون اب تقعد تشكر في ابنه والتاني مهما كان عندك حق، يعني يمكن واحد مريحك وبيسمع كلامك والتاني لا، لكن في النهايه دول ولادك، عايز توصلهم لاحسن حاجه هما الاثنين. لازم كلنا نعرف اللعيبه دي ولادنا، كلهم ولادنا، فلازم نحتويهم كلهم طالما هما مخلصين، طالما هما بيبذلوا جهدهم، طالما هما في التزام وشاعرين بقيمه المكان، لازم نحتوي الموقف. الماتش الجاي احنا بنقول بتاع الجماهير، هو المره دي انا مصدق انه بتاع الجماهير. ليه؟ عايزينكم ترجعوا الدعم والثقه التسعين دقيقه. احنا فاكر الماتش اللي بيقولوا بتاع كان فرقه من مالي، كنا برضو عايزين نكسب فرق جولين، الملعب المالي، الملعب المالي، ودخل فينا جول
ولحد الشوط الثاني 0-0 1-0 ليهم، دخل فينا جول. يعني عايزين 3 اجوان وماتش الاتحاد الليبي. الفرقه دي ما هياش سان داونز، بس احنا عندنا فرقه كويسه بالظبط، وعندنا كوتش كويس، والناس اللي عماله تقارن الكوتشات ببعضها، مفيش كوتش مهما كانت عظمته ما خسرش مع النادي الاهلي، مفيش كوتش ما حققش او مع اي فريق. لا انا بتكلم عن النادي الاهلي، فايسا عظيم كان بيجي له لحظات، هيديكوتي عظيم كان بيجي له لحظات، جوسيه عظيم عظيم العظماء كان بيجي له لحظات وبيجي له بتاع، موسوماني عمل حاجات وعمل حاجات كده وكده. النهارده كولر لحد دلوقتي يعني ماتش اتنين ما اتفقناش معاهم في الراي. هو احنا الفرقه دي في احسن حالاتها لا بدنيا فرديا ولا جماعيا، راجعين من المنتخب استاذ ابراهيم مختلفين شويه. اللمه المره دي تشعر، ولكن في ملامح الفرقه موجوده بالسيطره واضاعه الفرص والكلام ده كله، الكلام ده كله كويس. ف يعني نرجع فكره ان فرقتنا هي الفرقه القادره في ظل الظروف الصعبه دائما ان تتجاوزها، ولنثق جميعا في فريقنا ونقول لفرقتنا بقى اعملوا اللي عليكم، ابذلوا غايه الجهد، اسمعوا الكلام، العبوا كفريق، يحصل انضباط تكتيكي، ايا كانت النتيجه لازم يتقال لكم شكرا، لكن لو عملتوا كده غالبا على راي الكابتن صالح باذن الله نفوز. ده كلام مهم جدا في خلاصه هذا المشهد. على فكره الهزيمه بره الارض في مباراه سيمي فاينال زي كده 1-0 هي هزيمه او نتيجه منطقيه الى حد كبير، خاصه لتقارب المستويات. البطوله دي يا جماعه لما اتقسمت الثمان انديه في 4 المستوى الاول والاربعه المستوى الثاني، النتائج كلها كانت منطقيه. اللي صعدوا قبل النهائي الاربعه التصنيف الاعلى، يعني الاهلي ثم الوداد ثم الترجي ثم صن داونز، الاربعه اصحاب التصنيف الاعلى هم اللي صعدوا على حساب الاربعه اللي خرجوا، كما انه الارض في هذه البطوله انحازت لاصحابها في اكثر من 90% من عدد المباريات، يمكن باستثناء فوز الوداد خارج الارض على انيمبا النيجيري، ثم فوز صن داونز في لواندا على بترو اتليتيكو وتعادل في ارضه ورجع اتعادل في ملعبه، باستثناء النتيجتين دول كانت دايما صاحب الارض هو اللي بيكسب. انا ليه بقول لكم ان المنطقيه انه الاربعه الكبار هم اللي صعدوا، كمان جت نتائج المباراتين في السيمي فاينل اقرب للمنطق، الوداد على ملعبه في محمد الخامس كسب الترجي 1-0، صن داونز على ملعبه كسب الاهلي 1-0، الترجي وكل الصحف التونسيه طالعه عندها ثقه كبيره في قدره لاعبي الترجي على التعويض يوم الاربعاء، وعلى قدرتهم ان هم يقصوا الوداد ويعوضوا الهزيمه 1-0 ويصعدوا. نفس الثقه لازم تبقى موجوده لانه كبير هؤلاء الكبار هو النادي الاهلي، اول هؤلاء الاربعه المصنفين الاول الاعلى تصنيفا هو النادي الاهلي، الاهلي الضيف الدائم على النهائي دوري الابطال في السنوات الاخيره، لاعبوا الاهلي الحاليين الاكثر تتويجا في البطولات في السنوات الثلاثه الاخيره، فانت عندك مسوغات التفوق، عندك اسباب الجداره، عندك كل الحق ان انت تقول تقدر تكسب صن داونز مش اتنين لا ثلاثه. ليه؟ لانك انت الاهلي، اذا كانوا هم صن داونز انت الاهلي. الاعداد النفسي والتاهيل الذهني للمباراه مهم جدا. استعاده لاعبتنا لثقتهم العاليه وقدرتهم في مواجهه صن داونز يجب انها تكون حاضره من فعل الجمهور، لانه جزء كبير من التهيئه العامه في مباراه بريتوريا كان واضح جدا انه في مسحه توتر وقلق عند لاعبتنا، كانت واضحه في الاداء وفي التمركز وفي التفكير وفي القرار، انما ما حدش هيقوي لعيبه الاهلي ويرجع لهم الثقه في مواجهه اي فريق. انت لعبت مع ريال مدريد وكنت واقف على رجليك، ولعبت مع فلامينجو وكنت واقف على رجليك، لعيبه الاهلي لازم تشعر بهذه القوه، وجهاز الكره لازم يديهم هذا الاحساس، والمدرب اكيد عنده كل الثقه فيهم، بس في الاول وفي الاخير جمهور الاهلي اللي لازم يحسس ان اللعيبه ديت اللي اجادت وتالقت
وعملت كل اللي عملته في ريال مدريد وفي بطولات العالم لا كتير عليها لا صن داونز ولا غير صن داونز. فريق محترم كويس قوي بس الاهلي الاكثر احتراما، فريق قوي بس الاهلي الاكثر قوه. انما فكره الرهبه وفكره تصدير مقوله انه صن داونز الفريق البرازيلي وانه الاعلام يفضل يطنطن على مقوله العقده ومش العقده، لو في حد في افريقيا كسب الاهلي اكتر من الاهلي كسبه يقول. حتى ماتشات صن داونز نفسها في لقاءات الاهلي المواجهات المباشره اتساوى، يعني الماتش الاخير ده ساوى بين الكفتين 5-5، 5 لصن داونز و5 للاهلي و5 تعادل. فانت ما عندكش حد اقوى منك، بس جمهورك في ظهرك هيفرق كتير جدا في انه الشناوي وكل زمايله تبقى ثقتهم عاليه جدا وتبقى اقدامهم على ارض استاد القاهره قويه جدا. بعد المباراه مستر مارسيل كولر اتحدث عن ايه اللي حصل في مباراه بريتوريا، نسمعه. عملنا شغل دفاعي كويس جدا في الشوط الاولاني، قفلنا كل المساحات، ما سمحناش ليهم خالص بالتقدم او تشكيل اي خطوره. اللي كان ناقصنا شويه في الشوط الاولاني كان الهدوء والكره معانا، او ان احنا ننقل الكوره ونشتغل شغل هجومي اكتر شويه. اتكلمت مع اللعيبه بين الشوطين في ده، للاسف دخلنا الشوط الثاني دخل فينا جون بدري بغلطه مننا، ما كانتش المنافس هو اللي عملها لكن غلطه مننا احنا بميس باص ملوش اي داعي في وسط الملعب، اتسبب في جون ملوش داعي من وجهه نظري خالص. بعد الجون ده الماتش كان سجال بين الفرقتين، اعتقد ان احنا كان لينا ضربه جزاء واضحه في اواخر المباراه. انا مش عارف الحكام في افريقيا ليه ما بتروحش للفار، ليه ما بتبصش على الفار، ليه ما بتبصش على اللقطات اللي فيها شك. الكره كانت واضحه جدا بالنسبه لي، حتى لو مش كانت واضحه كان لازم فيها شك، كان لازم يروح يبص عليها. دي حاجه من الحاجات اللي انا لغز بالنسبه لي في افريقيا، ان ما حدش بيروح يبص على الفار في الكور اللي زي دي اللي من وجهه نظري كانت واضحه جدا. Ja, es ist klar, dass wir da noch Chancen haben und wir werden natürlich auch alles dafür zu tun. Es ist richtig, dass 1-0, also ich bin sicher, dass wir auch in Kairo Tor schießen können und dementsprechend werden wir uns vorbereiten. Es ist ja nicht viel Zeit, es sind ja nur da die zwei Tage dazwischen und jetzt ist wichtig natürlich auch Regeneration, aber dann fürs Rückspiel bin ich überzeugt, ich hoffe, Stadion wird gut besetzt sein und die Fans werden uns tatkräftig unterstützen. احنا طبعا عندنا لسه حظوظنا لسه موجوده، ان شاء الله هنعمل كل ما في وسعنا ان احنا ان شاء الله في ماتش العوده ان احنا نكسب. انا متاكد ان احنا هنجيب اجوان في القاهره ان شاء الله. هنعمل كل حاجه، عندنا يومين بس للاسف بين الماتشين، ده وقت قصير جدا، لكن هنحاول نحضر الفرقه في اليومين دول بحيث ان احنا ان شاء الله نعمل ماتش كبير في القاهره ونجيب اجوان. متاكد كمان ان جمهورنا هيملى الاستاد على الاخر وان هو هيدعمنا وهيكون نقطه قوه لينا جدا جمهور النادي الاهلي في القاهره، وان شاء الله نعمل ماتش كبير ونتاهل النهائي باذن الله. بينزا او هير ان سويد افريكا اوف ان توب ليفل اند يا اند سي sind natürlich auch immer nah dran, um Titel zu gewinnen. Und es ist eine Top-Mannschaft und dementsprechend wollen wir versuchen, uns zu qualifizieren im Heimspiel dann in Kairo im 1. November. الإجابة بسيطة جدا، صن داونز فريق قوي جدا، فريق صن داونز فريق قوي من أحسن فرق في أفريقيا، دايما بينافس على البطولات، بيلعب في توب ليفل، في ليفل عالي، في مستوى عالي دايما. لكن رغم كده احنا طبعا ان شاء الله هنعمل كل ما في وسعنا في ماتش العوده ان احنا نتاهل النهائي. ماشي. مستر كولر عنده نفس الاحساس بتاعنا والتوجه بتاعنا، احنا قادرين وباذن الله نعوض وباذن الله الاستاد يتملي، دي رساله برضو، وانا اتمنى انه يتملي. في حاجه مش فاهمها، يعني اتمنى الاستاد يتملي لان اللي جاي بقى، ما هو كمان لما اتملاش الاستاد برضو مش ما دي من ضمن برضو العوامل اللي مش مكمله معانا. احنا كل ماتشاتنا اللي كان بيبقى فيها جماهير كانت كامل الطاقه وكانت الخناقه كلها مش لاقيين تذاكر. ما ينفعش يبقى فيه تذاكر ومش لاقيين جمهور بالكثافه اللي نتمناها يعني. فاتمنى ان ده يكون موجود، واتمنى برضو تظل ثقتنا من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره ان احنا ورا فرقتنا وبنشجعها وبندعمها. ده كلام مهم جدا. نشوف راي مجموعه من نجوم وكباتن الاهلي اللي عاشوا اللحظه واللي مروا بظروف اشبه بكده، انه
يبقى الفريق متأخر بره ومحتاج ان هو يعوض جوه. واحد من هؤلاء الكابتن وليد صلاح الدين. نشوف ايه اللي حصل على مدار ال 90 دقيقة. لا احنا ما استحوذناش خالص، والحمد لله انها طلعت 1-0. انا شايف ان مستر كولر اختار استراتيجي معين بطريقة معينة وركب عليهم لعيبة معينة. الاستراتيجي هي كانت ان احنا نرد في نص ملعبنا ونلعب في الثلث الوسطاني، وممكن تلعب في الثلث الاخير. ده الاستراتيجي الكابتن ومستر كولر، اختار طريقة 4-2-3-1 بوجود قفشة، واختار اللعيبة المعينة اللي هو عايز يشتغل بيها. أداء اتحسن آخر 10 دقائق شوية، لكن عندنا حالات كتير جدا الورقة مش مقضية الحالات. فرحة مستر مكوينة جاية من انه هو عارف انه في استاد القاهرة ممكن الهدف اللي هو يحرزه بهدفين. أيوه. فهنا هيصعب المهم مع النادي الأهلي جدا. أنا بقى إيه اللي طالبه من لعيبة النادي الأهلي؟ إنه وإنت بتحضر ما يبقاش الشكل بتاع النهاردة. أيوه. إحنا هنا قادرين على إن إحنا نكسب بضغط عالي، بتكتيك مختلف تماما، في جمهورنا، في وجود جمهورنا، جمهور النادي الأهلي الكبير، في وجود ملعبنا استاد الرعب. إن شاء الله إن شاء الله نكسب 2-0 نستريح. لو لعيبة النادي الأهلي في حالتها، لو لعبت النادي الاهلي في حالتها، ايه اللي يخليهم في حالتهم؟ اولا في، تعال نشوف ايه العوامل اللي ممكن تبقى افضل من الظرف اللي لعبوا هناك. ايه؟ نمره واحد طبعا ميعاد المباراه. هنرجع للميعاد المنطقي بتاعنا. نمره اتنين، ودي مهمه جدا يا استاذ ملعبك قبل الملعب. خلي دي اصل دي عايزه رغي لوحديها. يعني انت لعبت في ظروف ممطره جدا. انت فاكر الماتش اللي خسرناه برضو وكنا اهلي وزمالك وقال لك قمه الوحل في برج العرب؟ اه، وطلعت منه على، طلعنا منه على صن داونز، على بريتوريا. بس هنا بقى الظرف كمان خدت الملعب ده معاك. خدت الظرف بتاع المطر يزيد من صعوبه انك انت تقدر تؤدي بالمستوى المهاري بتاعك. ما انت ساعات بتعول على ايه؟ ان لعبتك مهاريه، فعايز التمرير السليم وعايز السرعه. الوجبه ما كانتش موجوده، لان الارض مبلوله قوي. يعني كان بتيجي لقطات كده بتبين لك ان المطر نازل بكثافه من قبل الماتش. الارض المره دي باذن الله ما يكونش هذا الوضع موجود. اذا الارض احسن باذن الله، الميعاد احسن، الجمهور اللي احنا بقى عايزين نقول له والله العظيم ثلاثه ما في ماتش يستحقك اكتر من الماتش ده. من اهم الماتشات في تاريخ النادي الاهلي الماتش ده، لانه مليء بالتحدي. انت مليء انك اول تحدي انك تدي اللعيبه الثقه اللي هي عايزاها، تاني تحدي ان يشعر ان جمهوره معاه في اي لحظه وانه موجود اهو. لان عدم اقبالك بيحسس الجمهور بانك ساحب منه الثقه بصراحه كده من الاخر. هو في ايه؟ انت لو تذكر موسيماني لما جه يلعب بالميراس قال لك اين وير از ماي بيبول؟ نزل الملعب لقى الملعب اخضر، ايه ده؟ فين الناس اللي انا جايه؟ فنزلنا مهزوزين في الماتش ده. فاحنا نتمنى باذن الله. طب اقول لكم حاجه، ناخد بالاسباب. اعتبر انه في حد بيتحجج يا سيدي، اعتبرونا بنقول الكلام. ناخد بالاسباب، نسد كل الحاجات دي ونعملها عشان ما يبقاش عنده حد سبب انه ما يدينيش هو كمان كل اللي عنده. مفيش. واعتقد الماتش ده لو ربنا عداه على خير هيبقى مفتاح لحاجات كتير جدا جايه. لانك هتتاهل ان شاء الله للفاينل، ماتش العوده في الفاينل في ملعبك. لعبت مع الوداد، لعبت مع الترجي، العوده في القاهره. مسيره الموسم كله ممكن الماتش ده ياثر عليها. عايزين نكون عند الموعد وعاملين اللي علينا. طب احنا بنقول في لعيبه عامله اللي عليها مش عامله عليها، في كوتش عامل اللي عليها مش عامل اللي عليها. احنا بقى الجمهور نعمل اللي علينا. ده كلام مهم جدا، كل واحد يعمل اللي عليه. قبل ما نتكلم على التوفيق موجود ولا غايب، كل واحد يعمل اللي عليه. الجهاز الفني والمدير الفني يعمل اللي عليه، يعمل اللي عليه صح قوي، وربنا يوفقه للتشكيل المناسب جدا
وللعناصر اللي فعلا جاهزه وتستحق. اللعيبه اللي يتم اختيارها ايضا يتم اختيارها وهي عندها كامل الجاهزيه والاصرار والتركيز على اثبات الكفاءه والجهد، على اثبات ان انت فعلا تستطيع، ان انت الاهلي. كابتن وليد صلاح الدين قال لك نقدر ونكسب 2-0 مستريح وعندنا القدره على كده. طب هل ده نفس راي الكابتن عماد متعب ولا لا؟ نشوف. انا وجهه نظري ان مستر كولر ينسى المباراه دي واللعيبه تنسى المباراه دي. مباراه عدت بكل ظروفها. بتفق طبعا مع كابتن وليد ان الحمد لله النتيجه 1-0. الحمد لله المباراه خلصت 1-0 على الاداء اللي احنا شفناه من لعيبه النادي الاهلي. اتمنى اللعيبه تكون في كامل تركيزها لان لسه في مباراه قويه جدا جدا، ماتش العوده بالظبط مع سان داونز يوم الاربعاء. فريق سان داونز من الفرق، احنا بنتفرج، انت كنت بتقول انه سان داونز هي هنا ويهاجم مش هي في الملعب. وابراهيم بعد اذنك سجل من دلوقتي اللي انا بقوله لك، ان النادي الاهلي مع الضغط العالي اللي هيعمله في استاد القاهره هتلاقي اخطاء كتيره جدا من سان داونز، وده منع فكره النهارده، وان شاء الله هنسجل منها هدف. يعني في بدايه اللقاء مرتين، في المرتين اللي الاهلي ضغط فيهم دي 5 ودي 84 او 83 حاجه زي كده. كره بيرستاو اللي في الشوط الثاني اللي غلط فيها حارس المرمى، كان لو لسوء الحظ ان هي ما جاتش. طبعا هنا المدرب طبعا بيحتفل وفرحان، فاز على النادي الاهلي، فاز على النادي الاهلي طبعا، النادي الاهلي افضل فريق في افريقيا. لكن في الاخر المهم اللي بيفرح في الاخر، صحيح، المهم اللي بيحتفل في الاخر، اللي بيرفع الكاس. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي قادر انه يكسب في القاهره يوم الاربعاء ويوصل للمباراه النهائيه. بس انت مطالب تجيب هدفين. أيوه. بس فكر في الهدفين وان ما يجيش فيه، لان المباراه اللي في القاهره لا ده هيبقى فيها تغيير، هيبقى فيها حلول كتير. يعني أيوه. يعني المباراه مش الشوط الاول بس او مش هدف بس، لازم في الاخر الاصرار والروح والتكمله في المكسب ان نوصل لنهايه البطوله. دي موجوده في النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده ده. سان داونز شويه بيروح للعب الحلو والشكل الحلو، لكن في الاخر بتلاقيه ما بيرفعش الكاس. صحيح. شوف، هو لخصها في كلمه، مباراه للنسيان. بس فاحنا ننساها دون ان ننسى دروسها. ايوه. ننساها كاداء يحبطنا، ولكن ناخد منه دوافع، ناخد حتى من فرحه المدرب العارمه انه كسبنا 1-0. 1-0 في ملعبه في الظروف دي، لانه عارف انه كسب النادي الاهلي. وعارف ان دي بتسهل شويه مهمته. ونروح بقى للدكتور طه ولا مين؟ الشيخ طه اسماعيل. واضح ان النادي الاهلي كان مبالغ في عمليه الرجوع ورا بعدد كبير جدا، بالرغم ان هذا العدد في كثير من الاحيان كان يحلق. بس المهم ان الشوط الثاني ابتدينا نوصل برضه، يعني في لعبه زي دي، في لعبه زي البينالتي بتاعت تاو. يعني ابتدينا طاهر يا دكتور طه اللي راح بيها الطاهر اللي راح والشمال وراح مراجعها بالعرض. يعني بقينا في تواجد في الناحيه الهجوميه. صحيح. فده يبين ان احنا يعني بالغنا شويه قوي، ادينا يعني للناس احترام زياده عن اللزوم. هم فرقه كويسه قوي، مش عايزه كلام. وده ممكن اللي بيفسر فرحه مكوينه الزياده جدا المبالغ فيها كابتن طه، ان هو فرحان بزياده قوي، انه حس ان الطريقه اللي بنلعب بيها قافله عليه ومش قادر يجيب جول. أيه. لكن دي ايضا ما تخليناش احنا نحزن ولا نزعل. احنا عملنا مباراه يعني بصرف النظر عن كل اعتبار، كره القدم بتقاس بالاهداف. بالنسبه للاهداف جه فينا جول واحد في كل القصه دي. لكن عندنا امكانيه في ملعبنا باذن الله تعالى ان احنا نجيب اكتر من جول، يعني نجيب جولين وثلاثه، لانه الفترات اللي احنا بنهاجم فيها بيبقوا مذعورين هم، وبيبان فيهم الاخطاء وبيبان الفرص اللي بتحصل دربكه في خط الدفاع عنده. بس العيتنا مش مصدقه، يعني عبينا مش مصدق ان جات له ديت. تاو نفس الشيء، لكن في ملعبنا اعتقد بالثقه الكبيره اللي لازم نلعب بيها بالروح العاليه، وان احنا برضو الاداء الدفاعي نأديه برضو بشكل كويس. كل حاجة لازم تبقى A1 على أساس أنك تقدر تفوز على سان داونز. تمام. يعني لما لعبتك من وجهة نظر الدكتور طه يقول لك لما كانت بتوصل لجون مش مصدقة، نتيجة أن وكأننا أظهرنا لهم أن الوصول إلى المرمى ده تضخيم. مع الفريق ده فيه استحالة. تضخيم. لأن في كرات كتيرة الحقيقة هما بيقولوا فرصتين. لأ. لأ. أنت عارف في كرة محدش خد باله منها. غير بتاعت عبد المنعم اللي برجله الشمال دي طبعا. انا بتكلم الكره اللي ضغط فيها بيرسي تاو مع الحارس والحارس اتلخبط فلعبها فيه.
موديست واقف وراه بثلاثة أربعة متر. اه الكرة دي بدل ما ترد ل ل ل ل كما ينبغي إلى داخل الملعب كانت هتبقى جون سهل جدا، ردت ورا الجون نفسه فقدر يلحقها. ساعات الكرة ما تخدمكش كمان. يعني الكرة دي بينت انك عملت اللي عليك، ضغطت وعملت وبتاع وقدرت تقطع الكرة بس ما خدمتكش بقى انها تروح في حتة تانية. انا تذكرت فيها كلام الكابتن احمد فوزي كان قبل الماتش، قال ان الحارس بتاعهم بيحتفظ بالكرة تحت رجله كتير ولو اتضغط عليه هيغلط. اه ما هي الناس فاهمة. يعني احمد فوزي من الناس اللي فاهمها قوي. فانا عايز اقول حاجة، الكابتن الدكتور طه اخر سطرين، لو لعبنا في ملعبنا بثقه كبيره والروح العاليه والاداء الدفاعي بشكل كويس في وجود الجماهير، بس لازم كل حاجه تبقى صح صح، مفيش اخطاء بقى كتير نقدر نعدي باذن الله هذه المباراه. نشوف كمان راي الكابتن سيد عبد الحفيظ. بناء على الاداء قد نقول ممكن نقول مقنعه جدا، يعني مقنعه بناء على الاداء. شوط بس مش مرضيه للاهلاويه. لا مش مرضيه ومقلقه ومخوفه جدا. الفرقه دي بتلعب بره ارضها مقلقه ومخوفه، توصل لدرجه الخوف في القاهره، لان انت فرقه بتعرف تلعب كره كويس، فرقه ممكن يرجع لها ناس من عناصر الغيبه والمصابه. الاهلي خرج باقل الخسائر النهارده، يعني اقل الخسائر خرج بيها الاهلي، لكن السؤال اللي يطرح نفسه هل الاهلي قادر على العوده في مباراه العوده؟ اعتقد اعتقد بشكل كبير جدا. حاله اللعب هتبقى احسن من كده، التراجع الشديد على مدار ال 90 دقيقه في التعامل مع مجريات اللقاء، يعني رده الفعل اللي كانت عند الاهلي ما كانتش هي المناسبه باسم الاهلي يعني. طيب هو بيفضل نتيجه زي دي مع اداء مش طبيعتنا على افضل من الاداء يبقى كويس بس النتيجه مقلقه. يعني انت يوم 5-2 ما انت جبت جولين وضيعت جولين. كان ممكن النتيجه تتغير وتقرب من بعضها جدا. ايوه. والاداء كان شكله احيانا فيه ايجابيات هجوميه. ايوه. بس كمان المناخ ما كانش عامل كده. ايوه. يعني هو انت تفضل الحر ولا المطر؟ انا لا افضل ده ولا افضل ده. افضل ان كل شيء طبيعي. لكن انا اسوأ شيء المطر ده بيسيب الماتش عشوائي. ما علينا. يعني الكابتن سيد عبد الحفيظ يعني عنده اعتقاد ان الفريق كل الظروف هتبقى احسن، ومن ثم الاهلي لو ادى اداؤه لا كل شيء ممكن. طيب اللخبطه بتاعه تنظيم البطوله وتغيير الموعد فجاه، راي الكابتن سيد عبد الحفيظ بصفه ان هو مدير كوره سابق في هذه اللخبطه او هذا التنظيم العشوائي ايه؟ نشوف. هنالك حاله من التساؤل حول تغيير موعد التوقيت، هل الى هذا الحد هو مؤثر ام فقط جانب نفسي ربما؟ لا هو يعني تقدر تقول كده حاجه من لخبطه في القائمين اللي على المسابقه، يعني مش لوجيك ولا منطقي خالص، مش حاجه من الحاجات اللي هي مش لاقي لها تفسير الصراحه. يعني فرقه بتلعب في توقيت معين مع كل الفرق ما عدا الاهلي او فرقه شمال افريقيا سواء كان الترجي او الوداد، فبتلعب بتوقيت تاني. يعني فرقه لعبه من 3 4 ايام قدام بيترو اتلتيكو الساعه 7 في نفس البطوله، في نفس البطوله في نفس الملعب بنفس التوقيت بيتغير، يعني مش بالمزاج. اتنين تسويقيا كريم، تسويقيا يعني انت بتتكلم على بطوله جديده وانت حابب الناس تتفرج عليها، يعني حابب الناس تشاهدها، اكبر عدد على مستوى افريقيا يشاهدها. انهي منطق يقول ان فرقه يعني في تونس وفي المغرب الساعه هتبقى 2 الظهر، ناس ممكن تبقى في شغلهم، ناس في لسه حتى ما صحيوش بشكل كامل، يعني تسويقيا مش صح يعني. فده لخبطه مستمره، يعني عرض مستمر اخطاء الاتحاد الافريقي. الجزئيه الثانيه هي الحكم، يعني انا مش بضغط عليه ولا بروح لسكه معينه، لكن اديني تفسير. نعم يعني حتى ازاي مباراه سيمبا كابتن اتلعبت الساعه 6 يعني الساعة 6 طبعا، انا بقول لك الكاف هو الذي الكاف بيعمل كل حاجه، الكاف عايز يخلي المباراه الساعه 2 هيخلص. انت عارف الرولز بتاع الاتحاد الدولي، انت ما بتلعبش قبل الساعه 2، ما بتلعبش قبل الساعة 2 في توقيت البلد، وما بتلعبش بعد الساعة 10 الا في مباريات معينة بس، وتحديدا في الدوري الاسباني عشان اختلاف التوقيت في البرازيل والصين والمكسيك والحاجات دي عشان الناس تشاهدها، فبيدوا فرصة للناس انها تشاهدها. لكن انا هروح لحكم اللقاء نفسه، اختيار حكم اللقاء نفسه، يعني انا ما شفتوش خالص وما اعتقدش ان في حد فينا شافه اصلا. يعني الحكم البنيني ده اول مرة يدير مباراة للاهلي مثلا، واول مره يدير مباراه لسان داونز، واول مره يروح لدوري السيمي فاينل. نعم اول مره في اول مره في تاريخه، عنده 38 سنه تخيل،
تخيل ان في حكم ياخد مباراه زي دي. الكابتن سيد اتكلم على بطوله بهذه الاهميه وماتشات بهذه القيمه ويحصل كل هذه اللخبطه من الاتحاد الدولي مع الاتحاد الافريقي في حاجه عايزين يجربوها عايزينها تنجح، والا بيجربوها ليه؟ فهو مندهش جدا من حاجتين، اول التضارب بتاع مواعيد المباريات اللي على طول متاخده في سكك غير منطقيه ملهاش حتى علاقه بالرعاه والتسويق. لكن الاهم ودي اللي هنأجلها يا استاذ ابراهيم بعد اذنك لما اتكلم على اللخبطه بتاعه الحكام وازاي تجيب الحكام دول، لان عندنا فقره عايزين نناقشها بتوسع. طيب. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف موقف الاهلي ايه من عادل وماريه بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ما تخافش على الاهلي طبعا، طول ما الاهلي في ظهره هذا الجمهور، جمهور الكبير الشعبيه الاعلى، جمهور اعظم نادي في الكون، جمهور دايما رافع شعار الثقه الكامله في لاعبته واجهزته لغايه ما بيقودها دايما لمنصات التتويج. الحقيقه الدوري الافريقي كشف عن ظاهره تحكيميه غريبه جدا خلتنا نقول عادل وماريا في ايه بجد؟ هذا الثنائي عادل زوراق المغربي وماريا حكمة من موريشيوس، انتم متخيلين ان ظهورهم شبه الدائم على الاهلي في المباريات الاربع الاخيره اللي الاهلي لعبها الاثنين في غرفه الفار، والغريبه جدا في كل مباراه بيكونوا موجودين فيها يتم التغاضي التام للاهلي عن حقوق واضحه جدا بالذات في ضربات الجزاء او طرد لاعبين، لا يتم استدعاء الحكم حتى ولا يستدعى الحكم. طب الاهلي سكت، ناس كتيره سالت هو الاهلي سكت ليه؟ لا الحقيقه الاهلي النهارده بعت مذكره للاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي الجهه المسؤوله فيما يخص التحكيم عن هذه البطوله، ارسل النادي الاهلي صباح اليوم خطابا الى الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف بخصوص الاخطاء التحكيميه المتكرره بحق فريق الاهلي خاصه في المباريات الافريقيه الثلاث الاخيره، سواء في لقاء السوبر مع اتحاد العاصمه الجزائري الذي جرى بالمملكة العربية السعودية يوم 15/29/23 أو في أولى مباريات الأهلي في الدوري الأفريقي أمام سيمبا تنزانيا التي أقيمت بدار السلام يوم 20/10/23 وأخيرا مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي بذات البطولة أمام صن داونز الجنوب أفريقي والتي أقيمت في بريتوريا أمس. كل هذه المباريات بحسب بيان الأهلي كل هذه المباريات شهدت أخطاء تحكيمية أثرت بشكل مباشر في نتائجها، وهو أمر يعكس صورة سلبية عن الكرة الإفريقية. طلب الأهلي في خطابه من الكاف اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي وأن يحرص السادة الحكام على تحقيق مبدأ العدالة بين الفرق المتنافسة لضمان نجاح المسابقات الإفريقية. وهذا هو ما يملكه الأهلي أيوه ويفعله الحكماء. على فكرة الكلمة اللي المهندس عدلي بيقولها دي مهمة جدا. ليه؟ لانه الاقي ناس كتيره يقول لك يا فرحتنا هيعمل ايه بالاحتجاج؟ طب هيعمل ايه اكتر من الاحتجاج؟ لو الناس فاهمه ان انت المفروض تنسحب من البطوله، فكره الانسحابات وفكره ان انت تسيبها لغيرك دي مساله خلاص عفى عليها الزمن، لانه كمان حتى البطولات اللي انت بتشارك فيها بتشارك بتعاقدات وبالتزامات وبضمانات وبغرامات وحاجات كتيرة قوي يخليك ان انت عشان مش تنسحب بس كده. اولا ده مبدأ غير رياضي، لا والتجربة اثبتت ان احنا دفعنا فاتورة وانت بتدفع فتح الباب راغي لحد النهاردة، انت بتساعد غيرك، لكن ان انت تفرط في حقك انت لا تملك غير ان انت تعترض وبقوة وتحط الناس قدام مسؤولياتها. لكن اكتر من كده يعني اللي معترض على حل زي كده هو لا يملك حلا اخر، لا يملك حلا اخر سوى ان انت تمشي، والاهلي ما بيلعبش لوحده، يملك حلين انك تقوى لدرجه ان انت تقدر تتجاوز، يصعب اداره حقوقك، بس ده مش الحل اللي بيمشي في كل مره. احنا بنشوف انديه كبيره جدا بتخسر بطولات يا استاذ ابراهيم بخطا. وعندما تقول خطا عايز اتوقف بين كلمه خطا وخطيئه. خطأ ان يحصل مره او يحصل بمعيار واحد على الفرقتين،
لكن الخطيئة أن يتكرر الأمر بشكل مريب ومن نفس الأشخاص تقريبا. يبقى ده مش خطأ. طيب التعيين يكشف نوايا صاحبه، لأن أنا لما ألعب أربع مباريات يتكرر لي فيها غرفة الفار إلى الدرجة إنه الحكم المغربي اللي كان اعتزل ورجعوه عادل زوراق يلعب ثلاث ماتشات للأهلي من الأربعة، الأهلي واتحاد العاصمة، هدف كهربا ملغي وضربة جزاء كهربا رفضها، الأهلي وسيمبا في القاهرة مش رفضها، ما استدعاش، ما هو يعني ما نوهش إليها. الأهلي وسيمبا بالقاهرة ضربة جزاء كهربا، الأهلي وصن داونز امبارح ضربة جزاء لبيرسيتاو، واثنين طرد يا استاذ ابراهيم، الطرد اهم من ضربات الجزاء والتغاضي عن الطرد. انا عايز اقول حاجه بس، يعني لما صن داونز يكسب بيترو اتلتيكو في ملعبه اثنين ويطرد منه لعيب فما يقدرش يجيب اي جول عشان مطرود منه لعيب ويتعادل 0-0، ها يبقى ده معناه ان الطرد مؤثر على النتيجه. انا كسبته في كسبت بيترو اتلتيكو في انجولا، جاي في ملعبي عشان طرد مني لعيب ما عرفش اغلبه، فالطرد لا مؤثر. بالنقص العددي بيأثر، ده مش بس كان ده يأثر على ماتشين. وده حق. طيب الست ماريا بقى، اولا هي من موريشيوس، يعني برضو حتى التحكيم في موريشيوس او الكوره ما اعتقدش ان عندهم تقنيه الفيديو، لكن انك انت تبقى في واحده محكمه من موريشيوس تحطها في الاهلي تلعب ماتش الاهلي واتحاد العاصمه على بطوله وتشهد، وبعدين هي الغريب جدا ان انت حاططها حكم اول، يعني الراجل المغربي ده اللي انت مرجعه بخبراته من الاعتزال حاطه مساعد قاعد جنب الست ماريا، وما تفهمش ايه قعدته باستمرار هو المساعد لماريا. طب هو اذا كان اكفى واكثر خبره هو المفروض الحكم الاول، حكم الفار الاول، واذا كنت عايز تدي ماريا خبره فلتكن مساعد، لكن ايه فكره ان انت تصدرها للاهلي لدرجه في ماتش اتحاد العاصمه وماتش صن داونز والتاني يلعب ثلاث ماتشات من الأربعة؟ بالمناسبة اختار لمباراة الأربع طاقم الحكم السنغالي عيسى سي، وبيساعدوا مواطناه جبريل كمارة ونهى بنجورة، والحكم الرابع علاوه محمد من تشاد، علاوه محمد من تشاد، وفي غرفة الفار الجزائري الحلو إبراهيم ودانيال لاريا من غانا. يعني إبراهيم زمان، انا ما اعرفش هو الاسم بعد اذنك، اسمه نوها بنجوري. نوها هل ممكن يبقى نوح؟ ممكن يكون، بس نوها يعني. طيب للناس اللي بتقول هو احنا هنرد على التحكيم هنتعلل بالتحكيم، لا، التحكيم جزء هو انا ما تعللش على استاذ ابراهيم حقوق الفريق في المباراه، اذا كان خد حقي ما تعللش بيه ليه؟ اديني حقي وحاسبني، ده مش كمان راينا، ده رأي الكابتن سيد عبد الحفيظ. نشوف، انا مش معنى ان انا ابقى وحش جدا وسيء جدا وما عنديش اي حاجه ان انا ما اخدش حقي كضربه جزاء. ضربه جزاء واضحه وضوح الشمس، يمكن انا كنت متخوف من الحكم، انا كنت متخوف من حكم اللقاء، وتخوفي عند حق وعند في محله. الحكم ما فيش خبرات خالص، انا وحش يا عم، انا اسوأ واحد في الكون، انا وحش جدا، انا سيء جدا، بس ليه عندك فلوس؟ اديني فلوسي، ماشي، حقي، اديني حقي، انا شخص يعني حقي ولا مش حقي اخده. انا وحش بقى النهارده، ما كنتش مظبوط، ما كنتش هذه اللعبه. بص يا كابتن، لا يا كابتن خالد، طيب انا قلت لك لا كابتن خالد، ده ضربه جزاء، ده ضربه جزاء ومحضر. الغريبه ان المخرج ما عاد الكره، لا احنا الغريبه ان الفار حتى الفار ما تكلم. ابو نواف كابتن خالد، احنا محتاجين لحظه سكوت، والله لحظه صمت مش لحظه كلام. لا يا جماعه، لا ضرب الجزاء. انا وحش بقى، انا وحش جدا خلال الماتش، انا وحش جدا، انا سيء جدا، بس ليه ضرب الجزاء المفروض اخدها وبعدين نتكلم. حكم اللقاء حكم متسرع جدا في الصفاره، حكم الا في اللقطات اللي شبه ديت، يعني انا مش معنى ان انا الكره دي انا عايز اتكلم فيها. ناس كتير من قال لك يعني ده التحام ودراع مش عارف مالها، محدش اشار الا القدم اللي دايس على رجل بيرسي تاو دي اللي وقعته، لانه ما عرفش ينط، يعني هو داس على رجله وزقه فوقع على ظهره. يا جماعه هي من فوق ضربه جزاء ومن تحت ضربه جزاء. طيب
تستدعي الناس يشوفها في الفار ولا لا؟ 91 ها؟ دي 91 ما هو لا يعني الماتش يخلص 1-1 91 اذا كان ما طردلكش الراجل ابو كوع في المرتين في المرتين اه عايز طيب الحقيقه اخطر ما في الموضوع كنا بنتكلم على انه الاخطاء بشريه وان الحكم بشر وخطأ وارد لكن الحقيقه الكابتن رضا البلتاجي بكل شجاعه راح للموضوع في الجول نشوف التحكيم عداله والتحكيم شجاعه الحكم لو فقد العنصر من الاثنين دول سواء العداله او الشجاعه ما خلاص ملوش تعقيب الاختبار الاخير هو في الدقيقه 90 شفت سوء نيه من الحكم انا شايف في ركله جزاء سهله شفت سوء نيه من الحكم اه شايف انا شايف سوء نيه من الحكم في اللعبه دي يعني تعمد عدم احتساب الركله حكم وغرفه الفار والاخراج الاخراج كان بيعيد رمي تماس وبيعيد فاولات في نص الملعب لعبه مش هقول ركله جزاء بنسبه 100% لكن ليه ركله جزاء عيدها لي يعني ايه اخبرني انها مش ركله جزاء خلاص لكن على غير العاده وان هم متقدمين في التصوير يا كابتن ضياء وما ناويش على اللعبه خلاص ما عداش خلاص في وقت وانت بتعيد فاولات في نص الملعب انا شايف اللعبه دي تؤكد ان هناك سوء نيه عندنا في مصر حكام في دوري القسم الثاني افضل من الراجل دوت هو ما مش عايز يشوفها مش عايز ما عندوش رهبه للاحتساب ولا الفار ست ماريا والفار فين؟ يعني لو دي ضاعت عدت الحكم في الملعب الفار ما نوش خالص بالمره ما شكتش يعني الدنيا كلها بتقول فيه بنالتي اللعبه تخلص لا الحكم ولا غرفه الفار ليهم راي ثاني بس انا ولا حتى المخرج عايز ينوه عنها ايه ده ده المخرج اكد لنا ان دي بنالتي كده يعني تغاضي المخرج عن اعاده اللعبه اغفال اللعبه دي يؤكد لنا ان هو شايف فيه بنالتي ومش عايز يورط الحكم كابتن رضا رصد حاجات مهمه جدا دلل على سوء النيه ان حتى المخرج ما عادش اللقطه تنسيق يا معلم يعني ما جابش ليه ما جابهاش هو رايه بيقول لك انه اكدها عدم انك تعيدها تاني عشان تثبت براءتك ما عملتهاش يبقى انت خايف منها مساله انك انت يعني الاخراج الفار الحكم الثلاثه دول مع بعض الاتفاق بينهم كان واضح جدا واول مره كابتن رضا جابها وش كده الحقيقه كابتن رضا البلتاجي انا بحييه على الشجاعه ليه لانه قال لك التحكيم عداله وشجاعه حكم مش عايز يشوفها وقال انه الحكم طوال المباراه اولا كان بيتعمد يحتسب اخطاء كتيره لسان داونز حوالين منطقه جزاء الاهلي ولو تلاحظوا هو رضا البلتاجي بيتكلم بالحس بتاعه واي حكم عنده خبرات في حجم رضا البلتاجي وكل خبرائنا عارفين شخصيه الحكم عامله ازاي وبيصفر فين لانه هو بيرضيك بشويه فاولات في نص الملعب او في ملعب الخصم فتبدو المساله بالنسبه لك ان هي منطقيه وما هو بيصفر للكل لكن لما تيجي مثلا ضربه بالكوع في وش لاعب النادي الاهلي مره يديله انذار وبعد كده يتغاضى عن طرده وفي المرتين يستحق الطرد بس حتى لو ادى للراجل نمره 25 كارت ثاني يطرده فقال لك هو بيستخدم حاجات بسوء نيه واضحه ثم لما تيجي دي لا يروح للفار ولا الفار يستدعيه ولا حتى المخرج يتكلم وقال لك ده حكم افتقد الشجاعه وافتقد العداله والحقيقه الاثنين لم يفتقدهم رضا البلتاجي في تحليله واشار الى جزئيه وهو بيقول لميدو انا بعت لك رساله والتاني عايز يورطه قال له لا النادي الاونر بتاع سان داونز باترس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي دلوقتي ده النادي بتاعه كون ان هو لما مسك رئيس الكاف يتخلى عنه لابنه ده مش معناه ان الراجل شال ايده من عليه يعني لما نيجي نقول هذه المعلومات بتنرفز اما واحد يجي عامل نفسه يعني لا هو دلوقتي ساب النادي ما طبعا ساب النادي يا استاذ سابه لابنه لانه قانونه ما ينفعش وهو اللي بيصرف على كل حاجه لانه ما ينفعش فالنبي يعني ارجوكوا يعني بالراحه علينا شويه طيب كابتن رضا البلتاجي قال لك الفار وماريا دي قضيه تانية خالص المخرج الحياه وتورطه سجل رايه فيه بامانه كمان الكابتن وجيه احمد نشوفه
في كره كده قفشه التحم مع لاعب سان داونز داخل منطقه جزاء الاهلي والحكم ما حسبش حاجه ولعيبه سان داونز اعترضت، والكره الثانيه بتاعت بيرسي تاو اللي كانت في الوقت الضايع واللي اتزق داخل منطقه الجزاء. بص يا كابتن كريم، طبعا لعبه قفشه في داخل منطقه الجزاء، اولا هناك التحام بدني بالكتف، اثنين مكاتفه عادله بين لاعب قفشه باللاعب قفشه مع لاعب سان داونز، وهي دي اللي انا عايز اقول لك عليها كابتن كريم، ان المخرج اسف في اللفظ يعني لفظي غير مهذب مني، المخرج غير امين، لان عاد اللعبه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي اكتر من مره، لعبه قفشه دي اما فرقه سان داونز اعترضوا عليها عادها اكتر من مره وحط ايده على ودنه عشان يسمع تقنيه الفار، والمخرج عادها اكتر من مره. بالنسبه للعبه اولا، واللعبه ما فيهاش اي حاجه بتاعت سان داونز، وكانت التحام بدني مشروع بين قفشه ولاعب سان داونز. اما اللعبه الثانيه يا كابتن كريم، اولا المخرج كان يجب عليه انه ما دام اؤتمن على شيء لازم يتعامل معاه بمصداقيه وبامانه، لان هو ده شغله. اللعبه بتاعت بيرس تاو دي ما عادهاش ولا مره. يعني في الدقيقه 2 والماتش خلص في الدقيقه 6 او 7 ولا اتعادت ولا مره. فعشان كده انا بقول لحضرتك لازم المخرجين يتجردوا من انتمائهم ويبقوا امنه على العمل اللي بيقوموا بيه. انا شايف ان اللعبه فيها دفع، والدفع ده اثر على قدره بيرسي تاو وبعده عن الكوره، انا شايف ان فيها مخالفه. يعني لعيب كان هياخد الكوره دي ينفرد بيها فيضغط عليه من تحت بالرجل بعدين يتزق، والملاحظه اللي قالها كابتن وجيه بقى، عشان برضو يعني الحقيقه انا بستغرب على حكامنا اللي واخدين بقالهم مده كده، حققوا مصالحكم والنبي بعيد عن مصر، والنبي عشان خاطري. الناس اللي غيرت كده ولونت كده وعماله بتغازل الاتحاد الافريقي واخده سكه تبرير للاتحاد الافريقي، حققوا مصالحكم بعيد عن مصر. فكابتن وجيه قال لك انت لعبه كابتن قفشه اتعادل كم مره؟ كتير. وفي رأي آخرين انقسموا على اللعبة دي، ناس شايفينها التحام ومكاتفة، وناس عايزة لأن مليهم بيغازلوا الاتحاد الإفريقي في أكتر من موقف، أنا أقدر أجيب لهم موقفهم بعد شوية ونجمعها لهم. خالف تعرف بس تصلح إيه؟ تبرير الأخطاء اللي بتحصل. فيعني اللي يقول إن في ضرب جزاء لسان داونز، مفيش ضرب جزاء لسان داونز، في حالة طرد ويمكن حالتين مش واحدة، كان ينبغي أن يحصل على النادي الأهلي. كابتن وجيه قال لك يعني كابتن رضا، عدم إذاعة أو إعادة اللقطة من المخرج وعدم استدعاء الفار له، دي بتؤكد أن اللعبة دي فيها حاجة، انعدام أمانة. زائد الحاجة التالتة اللي قالها ودي مهمة جدا، عملية احتساب الأخطاء القريبة من منطقة جزاء الأهلي بتسهله بهذه الكثافة، بتقربه، بتديله الفرصة انه بتقربه. اولا دي بتعمل فيك ايه؟ كل ما تيجي عايز تطلع بيرجعك، كل ما تيجي عايز تطلع بيرجعك. دي مش كورة، ده تهريج، وده مش رأيي، ده رأي الكابتن توفيق السيد. نشوف رأيك ايه يا كابتن في إدارة الحكم للمباراة والبنالتي دي. الأول خلينا نبدأ بالبنالتي وبعدين نتكلم على الحكم. خلينا ناخد من الاخر. ركله الجزاء، ركله الجزاء صحيحه موجوده نتيجه دفع مهاجم النادي صحيحه بيرسي تاو. طبعا طبعا طبعا، وما عنديش تفسير، زي في كلمه انا بقولها لك على طول دايما يا استاذ محمد، ما عنديش تفسير ليه الحكم ما حسبش، وما عنديش تفسير ليه حكام الفار حتى ما خلوش الراجل يطلع يشوف. ماريا بتاعت مراشي، ما هو لا ماريا، وقعد جنبيها عادل اللي هو المغربي، عادل زريق او عادل زروق اللي هو كان في مباراه سيمبا الماتش اللي فات، كان هو حكم الفار. يعني شيء مش مقبول. وخد بالك ماريا دي كانت في سيمبا الاولاني. طيب يعني وماريا دي كانت في اتحاد العاصمه اللي كانت في السعوديه. بص بيقولوا لي ماريا دي اخر اربع ماتشات للاهلي، اتحاد العاصمه والثلاثه دول بتوع سيمبا وسان داونز، محكمه منهم ثلاثه. ودي حاجه مش فاهمها، هل ده بيجوز الاول في الاختيارات؟ لا طبعا. النهارده لما حكم، انا بشوف لما حكم يكون عنده مشاكل مع فريق
او الفريق تضرر من وجوده. من الطبيعي ان الثلاث ماتشات اللي بيقولوا لي عليهم يا كابتن يعني الاهلي اتحاد العاصمه كان ليه بنالتي ما اتحسبش الكهرباء لو تفتكر بالظبط، وماتش سيمبا اللي هناك كان فيه كهرباء له بنالتي، حضرتك حتى دخلت معايا اللي هي لما خبطوا على الثابته دي وهو استعمل هي عملت شغلها، هي استدعت الحكم ساعتها. اه وهنا برضو في بيرسي تاو ليه ضربه جزاء، هنا في بيرسي تاو طبعا ركله جزاء صحيحه وواضحه تماما تمام. انا بقول لك الحقيقه يعني انا مش انا ما عنديش، بص انا هقول لك على حاجه مهمه جدا يا استاذ محمد. المباراه اللي فاتت كان سان داونز بيلاعب بيترو اتلتيكو، كانت المباراه في انجولا محسومه 2-0 لصالح سان داونز تمام. اذا طالع يعني انا، وبعدين لقينا ان الكاس معاي مصطفى غربال في المباراه الثانيه اللي هي سهله تحكيميا سهله تحكيميا. طب انا ليه ما وفرش مصطفى غربال في ماتش زي ده زي بتاعه النهارده، ماتش مهم زي ده إيه؟ اه طبعا يجي يقول لك إيه؟ لا اصل ما ينفعش حكم من شمال افريقيا يحكم مع فرقه من شمال افريقيا، ده تهريج. يبقى خلاص ما يحكموش خالص. والكابتن توفيق السيد رجل له مكانته في لجنه التحكيم لمده طويله وما زال يعني بيؤكد، اولا بيقول مبدا ازاي انا حد يبقى حكم ماتش عامل لي كوارث وعليه مشاكل وكرره مره واثنين وثلاثه، وازاي الاهلي وصن داونز نهائي مبكر في بطوله زي كده ويتجاب لها حكم جديد ضعيف بالشكل ده لمجرد انه هو بلديات رئيس اللجنه، هو الحكم من بنين ورئيس اللجنه من بنين، هل هكذا يدار التحكيم الافريقي؟ ايوه الكلام ده حتى لو دعمته بفار قوي بالظبط فير، لكن بعادل وماريا ما اعتقدش الامور هتمشي بالعداله. مسلم احمد في قناه ابو ظبي مع كابتن سيد عبد الحفيظ رايه في حق الاهلي في هذه المباراه. بكره يمكن الشباب موجودين في جهاز البيرو بيقرب لي صوره، برغم انه انا اللي مستغرب فيه ليش ما في اي اعادات، ليش حالات المثل هاي يعقوب لازم توقف اللعب، لازم في يدخل حكم الفار. انت في افريقيا يا مسلم لاحظ، شوف لا في افريقيا التحكيم لاحظ هني الحين احنا كبرناها يعني يمكن بشكل يبنى الزوم ابو كريم هني لاحظ لاحظ الدفع اللي كان ما صوره روح تتكلم، مو محتاج ان انا اتكلم او حتى الشباب الكباتن يتكلمون يعني عنها. هاي ركله الجزاء ولا طبعا لا؟ دفع طبعا اكيد اكيد في انا بس كنت اتمنى انا هم انت ما دام قلت في افريقيا هاي الشركه اللي مسؤول عن الفار، ما احنا على مستوى العالم في شركات معتمده اللي تطبق تقنيه الفار من ضمنها انت المباراه منقوله اتوقع مش مقال 16 الى 18 كاميرا يعني 18 زاويه، الزوايا كلها موجوده عند حكام الفار. يجب ان كان يجيب لي اياها زاويه زاويتين ثلاث. انا كابتن ازي حضرتك؟ طبعا. يعني هل سؤال انا مش عارفه كرولز او قواعد او كلوائح لكن بساله، هل من الطبيعي ان فرقه واحده يبقى عندها اربع مباريات على مستوى افريقيا او لعبت ست مباريات على مستوى افريقيا منهم اثنين ما كانش فيهم فار اصلا، لكن في اربع مباريات بيديرهم الفار او موجود الفار، هل من الطبيعي ان يبقى حكم الفار من لفرقه واحده بس من اربع مباريات فيهم فار يحكم ثلاثه منهم في اتحاد العاصمه؟ يعني نفس الحكم يحكم نفس ها هو اللي بيدير الفار، هي اللي موجوده على الفار. ها هي نفس البنت يعني هي الحكم اللي موجوده على الفار هي اللي كانت موجوده في اتحاد في اتحاد العاصمه الجزائر في السوبر، وكانت موجوده في سيمبا الاولاني وكانت موجوده النهارده في اربع مباريات. هل طبعا انت بطوله مثل البطوله اللي على المستوى هاي بطوله كبيره جوائز ضخمه يفترض انا كل مباراه انا كم مباراه عدد اجماليها كم مباراه كلها ما هي 12 يعني 14 مباراه يفترض ما اكرر ولا طقم في ال 14 مباراه وفي فتره قصيره جدا انت خلال اسبوعين ثلاث اسابيع تنتهي البطوله. يفترض انت لو تيس كمبدا انك انت تختار وتدير المباراه بشكل متميز ما ادير او ما اكرر اي طقم، مش ان الفار الطقم كامل ما يتكرر المفروض. زين يتساءل الكابتن مسلم احمد ليش ما تعادل الفار؟ فيجيبه الكابتن سيد يقول له هل من العدل تكرار الحكم؟ قال له تكرر بتاع الفار؟ قال له ثلاث مرات. قال له يا الراجل هيطلع من هدوم. قال له ازاي هذا الكلام؟ بليش وما ينفع يعني لخصت حاجات كتير جدا. بس قبل ما نخرج معلش يا استاذ ابراهيم استاذنك، بداناها بتحيه الشعب الفلسطيني ونذكره اذا كان غاندي منح الهند تحررها ووحدتها فصمود غزه سوف تمنح باذن الله وتماسكها وتشبثها بأرضها ستمنح النصر والحرية
والاعتراف لدولة فلسطين كلها إن شاء الله تعالى. ومساء الأربعاء باستاد القاهرة الأهلي في انتظار جمهوره عشان يقول كلمته. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.